قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان إنجاب البنين لخير سر الزواج، حيث استضاف البرنامج في الاستوديو الدكتور أنور دحابرة أخصائي نسائية وتوليد، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التنفيذي لمستشفى المحبة بلبنان جريتا جبرين أبو صليبي، حيث تركز الحوار على عدة محاور منها الفرق بين تنظيم النسل وتحديده، إضافة إلى موضوع تحديد جنس المولود كأحد الابتكارات الطبية الحديثة. فإلى هناك، واليوم حلقتنا عن ومحورنا عن الموضوع هو موضوع طبي أكثر من أنه لاهوتي، لكن يدخل في أنه قدسية سر الزواج في إنجاب أيضا البنين، وهذا هو سبب الزواج المقدس، في أنه نكبر العيلة، نستمر بها الأجيال، نستمر بالنسل ونكبر عائلاتنا وهالبشرية لمشروع ربنا على هذه الأرض، أنه هالإنسان آدم وحواء لخلقهم وكثر نسلهم ويزيد البشر. فنحن مشاركين إن كان العائلة المقدسة سر الزواج، الأب والأم، الزوج والزوجة بيشاركوا، وخاصة المرأة في مشروع ربنا في إنتاج البشرية. مثل ما بتعرف دكتور، نعمة الإنجاب هي عطية سماوية إلهية، نعم، وهي مهمة وعظيمة بالعديد من الثقافات والديانات. طبعا يعتبر القدرة على إنجاب الأطفال هبة من الله أو قوة إلهية تعبر عن خلق الحياة واستمرارها. هذه النعمة تعزز الأسر وتخلق الأجيال المستقبلية، وتعتبر في كثير من الأحيان عاملا مهما في تعزيز الروابط العائلية والمجتمعية، وتحتل مكانة كبيرة في العديد من الديانات والفلسفات. طبعا احنا عم نحكي عن الديانات، ان كان المسيحية الاسلامية، كل الديانات الموجودة بالشعوب العالم. موضوع الانجاب موضوع جدا مهم، موضوع الانجاب هبة وعطية سماوية وهذا لا خلاف عليه بكل الديانات، وايضا قدسية موضوع الانجاب وقدسية العائلة وانجاب البنين هذا موضوع جدا منحس انه هو عطية من الله وهو مشروع إلهي. بالنسبة للتغذية، نعم، مهم جدا، نعم، مهم جدا، نعم، البنت أن تعتني بنفسها هي، نعم، المواد هذه اللي بتنصح محبوبة، نعم، عند الذكر والأنثى، نعم، أكيد. بالنسبة للأنثى إذا زادت عن وزن معين بتصير مشاكل كثيرة، نعم، بتصير تكيس مبايض، نعم، نصاح، دهنيات وصعب ان نتخلص منها، نعم. فمن 12 لل20 نقول بشكل عام، نعم، بشكل عام، نعم، النصاح مرفوض رفض، نعم، كلي، نعم، لبني آدم، نعم، وبالذات للأنثى، لأنه النصاح هو أحد أسباب رئيسية في معظم الأمراض إذا مش كلها، نعم، وخاصة في عدم الإنجاب. أحسن نوع علاج الرياضة لكل وأيضاً شيء، وأيضاً كمان أهمية الاستعداد النفسي، أنك أنت لازم هو هذا اللي أنا، نعم، بحكي فيه، نعم، أنه تكون البنت إلها معاملة خاصة، نعم، إلها محبة خاصة، نعم، إلها محبة خاصة، نعم. يعني بيقولوا أنه قوة البنت في أبوها قوة البنت في أبوها، نعم، نعم. ونحكي كمان، يعني إذا بدي أنا أتجرأ شوي، وشرف البنت من أمها، نعم، نعم، فالأم، نعم، مهم كتير، نعم. بعدين أن لا تتقيد البنت، أو يعني أعطي الحرية للبنت، نعم، أعطي الحرية للبنت، نعم، لا تروحي، لا تعملي، أوعي، دير بالك، تحكيش، نعم، هذا كله غلط، نعم، لأنك طبعا أنت بتوجه البنت نفسيا، ليش؟ نعم، ليش؟ هو ما في ليش، بصير عندها خوف من بصير الخارج، عندها خوف وحب استطلاع، نعم. بأول شيء بدي أقول أنه تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية هن نوعين، تقنيات الاصطناعية اللي ما بتقبل فيها الكنيسة مثل طفل الأنبوب وغيرها، نعم، والتقنيات الطبيعية اللي بتشجع الكنيسة مثل النابرو تكنولوجي يلي رح أحكي عنها، نعم، بسياق الحديث، نعم. فلهيك ضروري كتير نفرق بقصة مصطلح تقنيات الطبية بين الطبيعية أو الاصطناعية. الاصطناعية اللي هي ثلاثة أساسية اللي هم تلقيح الاصطناعي داخل الرحم، الإخصاب الاصطناعي والإخصاب المجهري
يلي بيعملوه لنا بباب اللابوراتوار وبيحطوه للام. صحيح عندهم نجاحات، هالتقنيات عندها نجاحات كبيره، عطت اطفال لعيال حرمت من هالولاد، لكن اذا تعرفنا نحن على المراحل يلي بتمرق فيهم هالتقنيات بنعرف انه منا طبيه بمعنى انه بتشفي، لانه الطب هو للشفاء منا للتلاعب. هالتقنيات بتقدم حالة على انها لخدمه الحياه، بس هي بتشرع الابواب لتكون في اعتداءات متنوعه على الحياه. هلا بنشوفها كيف. نعم صحيح، هي تقدم علمي لازم نحن نستفيد منه لخدمه الانسان، لكن هالانسان يلي الطب كرس حاله لخدمته عم تنتهي كرامته هالتقنيات. بتأمن لنا طفل مثل ما نحن بدنا، مثل ما الاهل بيحلموا طفل ما في عيوب ما في امراض حسب الطلب، بس بذات الوقت نوصل لهالطفل يلي نحن عم نحلم فيه حسب مفهومنا نحن للكمال. نحن عم نضحي بكثير اجنه تنقدر نوصل لهالبيبي يلي عنا اياه. نعم، فالارقام اذا بنشوفهم على الانترنت اكيد ما كل الارقام بتنعرض بسهوله، يعني الاكثر بنشوف انه 25% نجاحات اي جي اف، بس ما بنعرف قديش في اولاد عم يموتوا. يعني في بعض الدراسات بتقول انه كل طفل بيخلق في قباله 21 ل 23 طفل بيموت، لان نحن الطفل مفهومنا هو الحياه بتبلش من لحظه الاخصاب.